هاي مكان نحن الشعب. والله كون نقضى على هاي الأحزاب والنوبة بالسلاح أنا وياهم. الله شاهد بالسلاح وياهم النوبة. هالشكل يسوون بينا جايين على حقنا. تاليتها هالشكل يسوون بينا. من الظهر لحد الآن مظاهرات سلمية واقفين بالباب ومطالبة شرعية حقوق واستحقاق بصرة. ماكو داعي تضرب الناس الفقرة وهاي الشباب كلها طاحت بالشارع وتخنقها بغاز. عيب هذا. خدت اوصل لهم هاي كل الجيم اللي هاي ترى محسوبه عليكم وراح تصير ثوره ضدكم وتخسرون. اي نعم النف لا حد يطق لا حد يطق لا تطق الجيل لا تطق الجيل ضرب القوات الأمنية المتظاهرين والآن حرق وقطع للطريق أمام منتزه البصرة.